هل صلاة 4 ركعات ثم صلاة الوتر بعدها قبل الذهاب للنوم تعتبر من قيام الليل؟ نعم، ما كان بعد صلاة العشاء فإنه من قيام الليل، ما كان بعد صلاة العشاء من النوافل فإنه يعتبر من قيام الليل. فإذا صلى المسلم ما تيسر له ثم أوتر بعده قبل النوم فهذا من صلاة الليل، ولكن تأخيره إلى وسط الليل أو إلى آخر الليل أفضل. جزاكم الله خيرا.